استجداء الحقوق فخ يقع فيه كل ساكت عن حقه. المواطن أبو محمد رجل يسعى بكل ما أوتي من قوة وعطاء للإبقاء على حياته الكريمة مع عائلته، لكن الظروف عندما تقسو على أحدنا يصبح الحديث فيها على الملأ خيارا اضطراريا، خاصة بعد فقدان أي دخل مادي يعينه وعائلته على مشاق الحياة. كاميرا رؤيا زارت أبو محمد في منزله وفتحت له المجال للحديث عن واقعه الصعب بعد محاولات عديدة راجع فيها الجهات المعنية، لكنها ليست كافية كما يقول. اسمي محمد العطار، عمري 61 سنة، صلي 20 سنة بعمل سائق عباص صغير مدارس حكومية. يعني كان في ابني الساعد معي يشتغل محل نفوتيه، بطلت المدرسة وكان يشتغل محل نفوتيه. لما صارت الجائحة هاي طبعا ترك الشغل، لأنه صاحب المحل بقدرش يستوعب عنده أكثر من شغيل، حتى هو نفسه صار صاحب المحل. حاليا صاحب الدار طبعا ما رضيش يتحملني اكثر من 9 شهور، رفع علي قضيه خلاء وكسبها من خلال المحكمه، وحاولت استأنف فما قال ما في استئناف. طبعا امر بحبسي انا وابني، العقد باسمي واسم ابني، بس عشان في التنفيذ القضائي ممنوع الحبس، اللي عليه مبلغ مالي يعني حبس المالي ممنوع لحد 100,000. انا الحمد لله عندي مبلغ بسيط، لا 100,000 ولا شيء معي. حاليا قطعين عن الكهرباء، رحت على رئاسه الوزراء قبل 3 شهور، قدمت لهم استرحام واعطيتهم اوراقي، وانا انسان مريض بسوي عمليتين وعندي نقرس وعندي بروستات وعندي شرايين في القلب وعندي سكر تعبان يعني، بس الحمد لله بوقف الاجري. فرئاسه الوزراء بعد فتره حولوني على التنميه قاعد فوق الشهرين تسوي لي دراسه، بيحكوا لي عندك مركبه، قلت لهم اعمل المركبه باسم ابني، المركبه هي واقفه باب الدار ومش مرخصه صار لها سنه 9 شهور، وكل ما امشي فيها بمسكوني الشرطه بخلفوني شكيف، واخر شيء بينزلوني على دائره السير عسبت اني اصلح وضعي، بطلت احرك المركبه لانه مره ثانيه راح يمسكون راح يحجزوا المركبه عندهم، والمركبه طبعا مش مرخصه صار لها 9 شهور غير المخلفات اللي على المركبه، والمركبه مضروبه طبعا، واحد ضرب بمركبتي بدا تصليح حوالي 500 دينار. لجأت وزاره التنميه بعثوني عليها رئاسه الوزراء، قعدوا شهرين هم روح تعال كذا كذا، في الاخير يعني فاجئوني يعني فاجات يعني جدا على اللي بيصير. وزاره التنميه طويله عريضه تعطيني مبلغ 49 دينار، تعطيني مبلغ 49 دينار اعيل اسرتي فيه. طب شو بدي اسوي 49 دينار؟ انا بدي اطلع من الدار اتاجر دار ثانيه، ما عندي قدره ادفع 200 دينار، فيش ما في جيبتي يعني 200 دينار لا املك، بجوز معي 3 ليرات. انا بالجمعه بطبخ طبخه فيها جستين، بجيب جستين من 5 ليرات اطبخ لاولادي، اولادي ابني هذيك اليوم ماشي معي بالشارع بيع انجاص بدينار الكيلو، بقول لي شو هذا؟ بقول له انجاص، بقول له شو انجاص؟ صرت ابكي انا، شو انجاص؟